تتصاعد المعارك العنيفة في إقليم ناغورني قاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا في أحدث تجدد للصراع التاريخي بين البلدين. يتبادل الطرفان الاتهامات ويحملان بعضهما المسؤولية هذه المرة. كلاهما خسر مدنيين وجنودا في القتال. العام الماضي اتفق البلدان على اتخاذ إجراءات ملموسة لإعداد السكان للسلام، لكن في الأيام الأخيرة تشهد المنطقة أطول فترة عنف منذ 30 عاما. هذه المرة فتح الصراع شهية بلدان أخرى، مما زاد من خطر نشوب صراع إقليمي. ما الخطوة التالية؟ وإلى أي مدى وإلى متى ستستمر الأعمال العدائية وبأي ثمن؟ وفي الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي مرارا وتكرارا لوقف إطلاق النار، نتساءل عن ما يلزم لهندسة السلام، وهل هذا لا يزال ممكنا؟ في يورونيوز دعونا زعيمي البلدين ووافق كلاهما على الحديث عن استراتيجياتهما، لذا سنطرح هذه الأسئلة على رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان. ينضم إلينا الآن رئيس أذربيجان إلهام علييف، شكرا لك على قبول الدعوة. هناك ضغوط دولية قوية ومتكررة من أجل وقف إطلاق النار وتهدئة التوتر، إلا أن القتال مستمر إن لم يكن متصاعدا. ما هو هدفكم الآن في الصراع؟ لا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار من جانب واحد، يجب أن يكون قرارا ثنائيا كما يجب أن يطبق على أرض الواقع. كما تعلمون هاجمتنا أرمينيا في 27 سبتمبر، هاجمت مواقعنا العسكرية وألحقت الضرر ببنيتنا التحتية وهاجمت المدنيين. حتى الآن قتل ما يقرب من 30 مدنيا نتيجة الهجمات الأرمينية، بما في ذلك هجمات الصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية. هجومنا المضاد كان ناجحا، تمكنا من تحرير جزء من الأراضي المحتلة، وهدفنا الرئيسي هو استعادة وحدة أراضي أذربيجان. يجب على أرمينيا أن تعطينا جدولا زمنيا لسحب قواتها من الأراضي المحتلة، ويجب أن يصادق على هذا الجدول الزمني رؤساء مجموعة مينسك والدول الوسيطة. ثم بعد ذلك أعتقد أنه يجب بذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار. الدول التي تشير إليها طلبت مراراً وقف إطلاق النار، لماذا لا يحصل هذا الآن؟ لماذا لا تدفعون باتجاه تحقيق هذا فوراً؟ لأننا كنا هدفاً لهجوم عدة مرات. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كان هناك 3 هجمات على أذربيجان. أول هجوم كان في يوليو على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بعيداً عن ناغورني قاراباخ، وكان هدف أرمينيا احتلال أراض جديدة في أذربيجان، ولم يفلحوا بذلك، هزمهم جيشنا. ثم في 23 أغسطس أرسلوا مجموعة تخريبية لارتكاب أعمال إرهابية ضد مدنيين وعسكريين، أيضاً فشلوا في ذلك لأن رئيس المجموعة التخريبية اعتقل، وهو يقدم أدلة حول ما أقوله. وفي نهاية سبتمبر شنوا هجوماً واسعاً على قرانا ومدننا. أستطيع أن أقول لك إنه حتى اليوم لدينا قرابة 900 منزل مدمر ومهدم، والعديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. والآن بعد أن بدأت أرمينيا تعاني من هزيمة مرة، أصبحوا يتوسلون من أجل التهدئة. هم أنفسهم قد خرقوا الهدن. يتجاهلون قرارات مجلس الأمن التي تطالب بانسحاب تام وكامل وفوري وغير مشروط للجنود الأرمينيين. يريدون إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه. رؤساء مجموعة مينسك، الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا صرحوا عدة مرات أن حالة الوضع الراهن غير مقبولة. أرمينيا تجاهلت ذلك، لكن الآن أذربيجان تغير الوضع القائم بنفسها، وأعتقد أن هذا سيكون خطوة مهمة باتجاه حل أسرع للصراع. سيد الرئيس، قتل مدنيون لدى جانبي الصراع، كيف توفق بين ذلك وأهدافكم؟
بالطبع نأسف لسقوط مدنيين، وبالطبع هذا ليس الهدف. لم نكن نحن مصدر الهجوم. أول ما فعلوه صباح 27 سبتمبر هو مهاجمة مدننا وقرانا، وكان علينا أن نرد، لكن ردنا كان بشكل أساسي موجه لمواقعهم العسكرية، لدباباتهم ومدافعهم. وما نفعله في أرض المعركة يمكن متابعته على الإنترنت. طائراتنا المسيرة ومعداتنا تدمر أهدافاً عسكرية فقط في الأراضي المحتلة. للأسف أرمينيا تستخدم المدنيين للقول بأن هناك المزيد من الناس على الأرض، لأن الوضع الديموغرافي سيء جدا، ولدينا فيديو يصور وجود المدنيين بجانب المدافع. وبالطبع أرمينيا تستطيع القول، أسف للمقاطعة هنا، أن مدنيين من جانبها قد قتلوا في هذا الصراع، وقد يجادل الأرمينيون حول سبب اندلاع هذا القتال مجددا في 27 سبتمبر. دعني أعود معك لوعد قطعه وزير خارجيتك العام الماضي بأنه من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة لتحضير الشعب للسلام. ما نراه الآن هو عكس ذلك. كيف تحاول الحد من معاناة المدنيين؟ تعلمون، نحن لسنا مسؤولين عن اندلاع القتال. كما قلت، كنا هدفاً لهجوم من قبل الجيش الأرميني المتمركز في الأراضي المحتلة ضمن أذربيجان. بعيداً عن هذا، فإن النظام الأرميني فعل كل ما بوسعه في إطار تخريب عملية المفاوضات. قبل عام تماماً، صرح رئيس الوزراء الأرميني في تجمع في المنطقة المحتلة من أذربيجان أن قاراباخ أرمينية. هذا التصريح في الواقع دمر عملية التفاوض، لأن المبادئ المطروحة على الطاولة والتي تشكل أساس التسوية تطالب بعودة المناطق المحتلة إلى أذربيجان. عندما يقول رئيس الوزراء الأرميني أنهم لن يعيدوا سنتيمتراً واحداً إلى أذربيجان، عندما يقول أن قاراباخ أرمينية، عندما ينظمون عمليات استيطان غير قانونية للأجانب على الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف، يدمرون عملية التفاوض، ثم وفي إطار تحميلنا المسؤولية عن ذلك يهاجموننا 3 مرات في يوليو وأغسطس وسبتمبر، وعندما نضربهم في ساحة المعركة يتصلون ويوجهون نداء للجميع: أوقفوا أذربيجان، نريد أن نتوقف، لكننا نريد أن يتوقف الاحتلال. لذلك يجب أن تكون الرسالة الرئيسية لأرمينيا: نحن لسنا على أرض أرمينية، نحن على أرضنا، أرضنا 27 عاماً. ستقول أرمينيا هنا شيء، وهو أن تركيا تؤثر للغاية هنا، بما في ذلك توفير أمور مثل المساعدة العسكرية. إلى أي مدى تعتقد أن تركيا تعجل بأفعالكم وتدفع ببلدكم باتجاه معين في هذا الصراع؟ هذه معلومات خاطئة تماماً. بالنسبة لنا، تركيا حليف قوي وشريك ودولة شقيقة. بالطبع التصريحات تعبر عن مواقفهم، ونحن ممتنون جداً للحكومة التركية وللرئيس التركي وللشعب التركي على دعمهم، لكن تركيا غير متورطة في هذا الصراع بأي شكل آخر. أرمينيا بترويجها مثل هذه الأخبار الزائفة في وسائل الإعلام تريد تقليص قدرة الجيش الأذري. نحن نحارب بأنفسنا. نعم، اشترينا أسلحة من تركيا، لكن ليس فقط منها. إمداداتنا الرئيسية من الأسلحة ليست من تركيا، وغالباً يعلم الجميع ذلك. لذا فإن حقيقة أننا نشتري معدات تركية حديثة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، لا ينبغي أن تشكل مشكلة لأي شخص، لأن أرمينيا تحصل على أسلحة مجانية. نحن ندفع وأرمينيا تحصل عليهم مجاناً. تستمر بالحديث عن الأسلحة والقتال هنا، هل لا تزال الدبلوماسية خيار؟ هل ستجلس وتجري محادثات مع رئيس وزراء أرمينيا لإيجاد طريقة مختلفة للخروج من هذا الصراع؟ أستطيع إخبارك أنه خلال فترة ولايتي كرئيس ربما أجريت 10 محادثات مع رئيسين أرمينيين سابقين ورئيس الوزراء الحالي.
وخلال تلك النقاشات أحرزنا تقدماً كبيراً على طاولة المفاوضات. لقد وضعنا المبادئ التي أصبحت اليوم أساساً لتسوية النزاع، وكنا بنائين. المفاوضات جارية منذ عام 1992. هل يمكنك أن تتخيلي؟ لما يقرب من 30 عاماً كنا نعيش على أمل. كان الوسطاء يقولون إنه علينا الانتظار قليلاً، سيكون هناك نهج أكثر إيجابية من الجانب الأرميني. لكن عندما وصل رئيس الوزراء إلى السلطة بانقلاب قبل عامين، دمر عملية التفاوض تماماً. التقيت به عدة مرات، لكن هذه الاجتماعات كانت بلا معنى على الإطلاق. قال لي إنهم لن يعيدوا الأراضي. قالوا لي إن ناغورني كاراباخ يجب أن، كيف تقولون، تتكيف مع أرمينيا. هذا المطلب غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لي، وغير مقبول أيضاً للوسطاء. يجب على الحكومة الأرمينية أن تغير موقفها، وأن تمتنع عن اتخاذ مواقف قصوى، وأن تتوقف عن القول إن قاراباخ هي أرمينيا، لأنه غير صحيح ويدمر عملية التفاوض. وبالطبع سنعود. بالمناسبة، سيكون وزير خارجيتنا غداً في جنيف للقاء سفراء مجموعة مينسك، وحسب ما أعلم كان من المفترض أن يتوجه وزير الخارجية الأرميني إلى هناك بداية الشهر، لكنه تجاهل ذلك. إنه ليس هناك، وزير خارجيتنا هناك. هذا يظهر من يريد التفاوض ومن كان يرمي الاتهامات لأذربيجان. رئيس علييف، شكراً على وجودك معنا في هذا البرنامج الخاص على يورو نيوز. شكراً جزيلاً لوقتك. ينضم إلينا الآن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. سيد باشينيان، طالبت الأمم المتحدة ومجموعة مينسك والاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار، لكن القتال مستمر. هل يمكن أن توضح لنا ما الذي تهدفون إلى تحقيقه هنا؟ أهم شيء هو أننا رحبنا باعتراف المجتمع الدولي واعتراف الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك بما يحصل. رحبنا ببيانات مجموعة مينسك، بيانات الدول والرؤساء ووزراء الخارجية. تركيا أعلنت أنه لا يجب إيقاف الأعمال العدائية، وبقيت أذربيجان في إطار المبادئ التوجيهية التي أعطيت لها من قبل تركيا. وبيان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يؤكد هذا الوضع. ضعوا في اعتباركم أن هناك مجموعات إرهابية تقاتل على الجانب الأذري متورطة في الأعمال العدائية، تجند وتنقل من قبل تركيا إلى منطقة الصراع. والحقيقة أن الأرمن في ناغورني كاراباخ في اللحظة التي أتحدث فيها إليكم يتعرضون لخطر وجودي، حيث تتعرض جميع البلدات والقرى لقصف مستمر بالصواريخ والقذائف، بما في ذلك العاصمة ستيبانكيرت. أعتقد أن المجتمع الدولي في هذه الحالة يجب أن يتحرك بشكل حاسم ويعترف باستقلال كاراباخ الآن. تقول وزارة الدفاع الأذرية أن قواتكم تقصف بعض البلدات. يجب أن نكون واضحين أن هناك بعض الضحايا المدنيين في كلا الجانبين. نريد أن نفهم، هل تسعون لتحقيق السلام؟ بالتأكيد، شن جيش دفاع ناغورني كاراباخ ضربات، وأوضحت وزارة الدفاع في كاراباخ بوضوح أن الضربات يجب أن تتم لأنه لم يكن هناك شيء آخر ممكن. كانت الطريقة الوحيدة لوقف الهجمات الصاروخية الأذرية على مدن وقرى ناغورني كاراباخ وضد المدنيين. لرنين غاراباغي بناكا وايريري
لا يوجد إجماع من أي من الجانبين حول المسؤولية عن العنف الذي اندلع من جديد في 27 سبتمبر. صرحتم في العام الماضي، أو وزير خارجيتكم صرح بأنكم ستقومون بتحضير الشعب من أجل السلام، وليس هذا ما نراه. أود أن أفهم إلى أي مدى تشعر بأنكم مندفعون ومدعومون في أفعالكم بسبب إحساسكم بدعم روسيا؟ إلى أي مدى يقود هذا بعض قراراتكم وسلوككم؟ السلام كما هو الحال دائما كان هدفنا السياسي والنهائي منذ اليوم الذي انتخبت فيه رئيسا للوزراء. قلت إنه يتعين علينا السعي لإيجاد حل يكون مقبولا لشعب أرمينيا، شعب ناغورني قاراباخ وشعب أذربيجان. أنا أول زعيم يشارك في المفاوضات ويقول رسمياً إن أي حل يجب أن يكون مقبولاً من جانب شعب الطرف الآخر أيضاً. المشكلة كلها أن أذربيجان لم تقبل رسمياً هذا النهج. الحل الوحيد بالنسبة لهم هو التطهير العرقي في ناغورني قاراباخ، والتي إذا تم تطهيرها بالكامل من الأرمن ستخضع بالكامل للسيطرة الأذرية. هذا تهديد بالإبادة الجماعية. اليوم الإرهابيون الدوليون متورطون في تنفيذ تلك الإبادة الجماعية. تم تجنيدهم وجلبهم إلى المنطقة من قبل تركيا. إنهم يقاتلون إلى جانب أذربيجان، وقد تم الاعتراف بهذه الحقيقة بالفعل من قبل دول المنطقة وعدد من الدول الأوروبية. أود أن أسلط الضوء على أننا إذا أردنا وقف الكارثة الإنسانية، إذا أردنا وقف هذا الصراع من التوسع، فيجب على المجتمع الدولي إظهار التصميم والاعتراف باستقلال ناغورني قاراباخ. المجتمع الدولي أيضاً يراقب أفعالكم، ويجب أن نشدد هنا على أن هناك ضحايا مدنيين يسقطون على الجانبين. هناك من قتل في أذربيجان نتيجة لأعمال أشرفتم عليها. ما التدابير التي تتبعونها في هذا الصراع لمحاولة التقليل من معاناة الناس الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في قلب العنف؟ بالعودة إلى سؤالك السابق، من المهم جداً توضيح المسألة والسؤال عن من أطلق هذا الهجوم. أعتقد أنه في وسائل الإعلام الدولية وضمن المجتمع الدولي هناك معلومات كافية لمعرفة أن أرمينيا وقاراباخ لم تبدأ هذه الحرب لسبب بسيط، هو أنه ليس لدينا مهام عسكرية لإنجازها هنا. المهمة التي لدينا هنا هي مهمة سياسية. أذربيجان هي التي خلال 15 عاماً الماضية وخلال 15 يوماً الماضية وفي 15 يوماً التي سبقت الحرب، من فضلك دعيني أكمل، وفي 15 يوماً التي سبقت الحرب وأنا أجيب على سؤالك إذا أعطيتني دقيقة من فضلك. في السنوات 15 التي سبقت الحرب والخمس عشر شهراً أو 15 أسبوعاً وخمسة عشر يوماً وخمسة عشر ساعة التي سبقت الحرب، لطالما هددت أذربيجان باستمرار بأنها ستحل هذه المشكلة بالوسائل العسكرية. هذا ليس سراً. دعونا نحلل علناً تصريحات أذربيجان وتركيا. دعونا نحلل علناً لماذا جلب الإرهابيون إلى أذربيجان لخط القتال. ما الهدف الآخر الممكن لتجنيد الإرهابيين ونقلهم من دولة إلى أخرى؟ إذا لم تكن تلك الدولة تخطط لعدوان عسكري، لماذا وافقت أذربيجان على نقل إرهابيين إلى أراضيها؟ لكن نعتقد أن أهم شيء اليوم هو وقف العنف، ولهذا يجب على أذربيجان أن توقف هجماتها. وبالطبع السلام في المنطقة، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك في رأينا هو اعتراف المجتمع الدولي باستقلال قاراباخ. هل أنتم مستعدون لوقف الهجمات؟ نعم طبعاً، لكن هذا لا يعني أننا سننتظر ثم ندعهم يأتون ويرتكبون إبادة جماعية بحق شعبنا. نحن لم نهاجم أحد،
أفعالنا في قرباغ هي دفاع عن النفس، ليس هدفنا قتل أي شخص. هدفنا الوحيد هو حماية الشعب الأرمني من إبادة جماعية أخرى. هدفنا هو هدف الدفاع عن النفس. ما الحل المقبول بالنسبة لكم؟ هل هناك طريقة مختلفة لإيجاد حل لهذا النزاع لا تتضمن عنفاً؟ موقفنا كان وسيبقى أن قضية قرباغ لا يمكن أن تحل بالعنف، ولا يمكن الوصول لأي حل من خلال العنف. لكن سياسة أذربيجان كانت التخطيط لحل قضية قرباغ بالعنف. لطالما كانت أرمينيا جاهزة للحلول الوسط، أذربيجان هي من ترفض أي حلول وسطى. لا يريدون حل الوسط. حلهم الوحيد هو اقتلاع الأرمنيين في قرباغ، والذين يشكلون أكثر من 80% من سكان الإقليم، والحصول على قرباغ من خلال التطهير العرقي لتصبح تلك المنطقة خالية من الأرمنيين وغير الأرمنيين. لا يمكن لهؤلاء الناس ترك أوطانهم التي هم فيها منذ آلاف السنين لمجرد أن أذربيجان تطالبهم بذلك. لذلك يتعين عليهم الدفاع عن أنفسهم، ولهم الحق بذلك. لا غاية أخرى لناغورني قرباخ هنا سوى الدفاع عن النفس. رئيس الوزراء نيكول باشينيان، شكرا جزيلا لك لوقتك. شكرا جزيلا. كما سمعنا، دعت مجموعة مينسك والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي جميعاً إلى إنهاء فوري للقتال، ولم يتراجع أي من الجانبين مع استمرار الخسائر لدى الطرفين. مزيد من التغطية حول هذه القصة على يورونيوز.